السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأروي لكم قصة زحى والملك، لكن قبل ذلك أرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. كان زحى يجلس مع الملك في قصره حينما قال الملك مداعبا زحى: أتستطيع يا زحى أن تمضي في العراء ليلة كاملة من ليالي الشتاء الباردة وأنت عاري الصدر؟ أجاب زحى: نعم أستطيع يا مولاي، فاختر الليلة التي تعجبك. قال الملك: حقا، إن فعلت ذلك منحتك 1000 دينار ذهبا. اختار الملك ليلة من ليالي البرد القارسة، وأمر حراسه أن يصعدوا بزحى إلى قمة الجبل، وهناك يجردونه من ثيابه ويقضون الليل بقربه يراقبونه حتى لا يشعل نارا تدفئه. تدثر الحراس بثياب ثقيلة مدفئة، وصعدوا بزحى إلى أعلى الجبل وجردوه من ثيابه وجلسوا بعيدا عنه كما أمر الملك. قضى زحى ليلته ساهرا لم يغمض له جفن لشدة البرد، حتى كاد الدم أن يجمد في عروقه. وفي صباح اليوم الثاني أدخل زحى على الملك سليما لم يمسسه سوء. فتعجب الملك، أخذ الملك يسأله عما قاسى وعانى، فقص زحى ما مر به من أهوال. وسأله الملك: ألم ترى في هذه الليلة نارا من بعيد أو قريب؟ أجاب زحى: بلى، رأيت ضوء مصباح ضعيف يلمع من نافذة أحد بيوت القرية التي في سفح الجبل. قال الملك ضاحكا: ها لقد استدفأت بهذا الضوء يا زحى وخسرت منحتي. امتلأ قلب زحى بالغيظ، ولكنه لم يتكلم، وإنما فكر في حيلة يأخذ بها منحته من هذا الملك المخادع. وبعد أسابيع ذهب زحى إلى الملك ودعاه وحاشيته إلى الغداء عنده، وأخبره بأنه سيعد لهم مائدة شهية في المروج بين الأزهار والرياحين. اختار زحى موضعا طيبا للملك وحاشيته، وأجلسهم تحت الأشجار اليانعة، وجلس يضحكهم بذعاباته اللطيفة ونكاته الشائعة حتى فات موعد الغداء. أحس الملك وحاشيته بالجوع، وكان زحى بين الحين والحين يترك مجلس الملك ويغيب برهة ثم يعود. واشتد الجوع بالملك فقال: أين الطعام؟ لقد جعنا يا زحى. قال زحى: لم ينضج بعد يا مولاي، وليس الذنب ذنبي، وإنما هو ذنب النار. قال الملك لحاشيته: هيا بنا نرى ما يصنع لنا زحى. فإذا بهم يرونه قد علق قدور الطعام في أعلى شجرة، وأشعل النار على الأرض بجوار الجذع، بحيث لا يصعد إلى القدور إلا الدخان. غضب الملك وقال: ما هذا يا زحى؟ أتسخر بنا؟ قال زحى: يا مولاي، في تلك الليلة الليلاء رأيت ضوء مصباح في سفح الجبل وأنا على القمة، فحكمت يا مولاي بأنني استدفأت به، فكيف لا ينضج الطعام وليس بينه وبين النار غير أمتار؟ ضحك الملك لذكاء زحى وزال غضبه، وأمر بمنحه 1000 دينار ذهبا. أتمنى أن تعجبكم القصة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو للمزيد من القصص إن شاء الله.